يا صبايا، اليوم ان شاء الله رح نحكي عن السيرش بروبلمز. رح نبلش فيه، وهذا موضوع جدا جدا مهم بعلم الذكاء الاصطناعي. طبعا احنا تحدثنا في المحاضرة السابقة انه انا في عندي الايجنت بيستخدم طرق الذكاء الاصطناعي علشان يبحث عن حل لهذه المشكلة. اذا بيعمل سيرش لهاي المشكلة، بدور، مش انه بدور على مشكلة، لا، بدور حل لهاي المشكلة. خلينا نشوف شو احنا ان شاء الله رح نتعلم. رح نتعلم بتشابتر 3 او بليكتشر 3، الجزء الاول والجزء الثاني، طريقتين اساسيتين اللي هي الفورميشن والانفورميليشن. طيب، فاحنا ان شاء الله اليوم رح نتعرف ايش هي البروبلم سولفينج ايجنتس، وبعدين نفوت في صلب الموضوع اللي هو الفورميليشن. خلينا نبلش بالموضوع. بتتذكروا احنا وقفنا عند اخر اشي عن ريفلكس ايجنتس، وحكينا هو ايجنت كتير بسيط، كل فكرته انه هذا الايجنت اللي نوعه ريفلكس، انه one that select action based only the current precept، يعني انه هو بياخذ هذا الاكشن بناء على الادراك الحالي. فهو بشكل عام حكينا الهستوري تاعه، يعني الحركات القديمة ايش بيسوي فيها، بيحذفها او بتجاهلها، بيعملها اجنور لاي ادراكات سابقة. فهو بهمه الوضع الحالي، يعني هو بهمه الوضع الحالي، وين يروح، يمين يسار كذا، لكن اي ادراكات سابقة ما بتهمه، بهمه الوضع الحالي. تمام، هذا هو الريفلكس ايجنت. طيب، انا لما بحكي مصطلح problem solving agent شو يعني؟ يعني انه هذا الايجنت لازم يكون في عنده خطة براسه، يعني خطة هو عاملها، يعني go ahead عم بدور عليها. تمام، فعملية انه computational process that is undertake is called search، يعني انه هو يفكر كيف انه يدور على حل هاي المشكلة، او عملية الحساب لحتى يعالج مشكلة معينة، هاي بسموها search، انه هو قاعد بدور على طريق لها الحل. it will consider sequence of action. هلا عملية البحث ممكن انه نعرفها هي مجموعة من الاكشنز اللي هو رح ينطلق فيها من نقطة معينة، يمشي بباث لحتى يصل للجول ستيت. يعني هو هون هذا الايجنت، تمام، رح يمشي بطريق باث عشان يصل لمين، للجول. اوكي، هاي ببساطة، اذا وصل لعندي للجول، للهدف الرئيسي، معناته هو وصل للسوليوشن. اوكي، فهذا السيكونس تاع الاكشن، مجموعة من الحركات المتتالية، وصلتنا بالحلقة الاخيرة للسوليوشن. هلأ هذا السيرتش، يعني هو عشان يبحث ويلاقي هذا الحل، كثير بتأثر مين عندي، بالانفايرمنت، بالبيئة. فبحكينا impact of task environment، يعني هو فعليا جدا يتأثر بهذه البيئة. خصائص كل بيئة هي بتتغير من أنواع الحلول، هل الحل رح يكون سهل، هل رح يكون صعب. يعني الانفايرمنت جدا جدا مهمة علشان يقدر الايجنت يلاقي حل لهاي المشكلة. وإذا بتتذكروا إحنا حكينا أنواع الانفايرمنت بآخر محاضرة، لكن إن شاء الله إحنا بهذا الشابتر رح نحكي إنه عندنا الانفايرمنت نوعها full observable، يعني أنا كاشف كأيجنت، كاشف كل إشي بهاي البيئة، ورح تكون محددة، ما في إشي infinity. وكمان رح أكون إنه هذا الايجنت إيش ماله، عارف البيئة اللي بيشتغل فيها بالضبط. The solution to any problem in such an environment is fixed sequence of action. بهاي الحالة فمعناته أي حل رح نحل فيه لأي مشكلة رح يكون إيش، عدد خطواته ثابتة. تمام؟ طيب، حكينا إنه في عنا الانفايرمنت ممكن تكون partially observer أو non-deterministic، يعني إنه هو مش كاشف كل الطريق، كاشف الجزء منها، زي التاكسي، الايجنت تاع التاكسي، وممكن ما تكون محددة، ممكن تكون infinity. بهاي الحالة بيكون solution طبعا كثير بيختلف حسب الاكشنز، يعني كل مرة رح يكون في عندي حل مختلف حسب الادراكات اللي بتصل لهذا الايجنت. فهاي الحالة رح يكون في عندنا branching strategy، يعني في عندنا اكثر من حل، واحنا ما بنعرف اي حل رح يتواجهه او رح يستخدم الحل للمشكلة، يعني بتعتمد على situation، الحالة الموجود فيها الايجنت. فهون الحل مش ثابت، لكن هون الحل بهذه الخصائص، هاي الخصائص الثلاثة، الحل هون رح يكون ثابت. لكن إذا كانت عندي البيئة تتكون من هاي الخصائص، فما رح يكون الحل، رح يكون في عندي برانشينج. إيش يعني برانشينج؟ يعني تفرع، حل أول، حل ثاني، حل ثالث، حل رابع، وهكذا. تمام يا صبايا؟ طيب، خلينا نشوف إحنا أول مشكلة. مثلاً تروح تحكي لي يعني شو يعني مشاكل؟ من أهم السيرش بروبلمز عندنا الألعاب اللي بتصير عندنا بالكمبيوتر، زي البازل، حكينا عنها هاي المرة الماضية. أنا في عندي أعطيتكم هاي البازل، بهاي الحالة حكيت لكم يلا دوروا لي على حل عشان تصلوا لمين، للجول ستيت. الجول ستيت هيك إنه رقم الواحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، بدي ترتبوا لي إياها بهذا الشكل. تمام؟ طيب،
معناته أنتوا في عندكم جول. شو الهدف؟ الهدف أنكم ترتبوا هاي البيسز القطع بالترتيب، يعني بالترتيب هذا اللي إحنا شايفينه هون. طيب هلا الفورميليتد سيرش بروبلم معناته أنتوا في عندكم مشكلة بدكم تدوروا على حلها، يعني أنتوا هلا بدكم تعملوا إعدادات لهاي البازل تمام، بحيث انكم تحركوا هاي المربعات لتصلوا لهذا الجول. فانتم شو الاكشن اللي راح تعملوا؟ الموف، الحركات، ممكن الحركه للاعلى، ممكن للاسفل، ممكن لليمين، وممكن لليسار، صح؟ فعدد الحركات لا لازم انه كل مره قدامك لازم يكون في خيار اقل من او يساوي 4، ما فيش غير حركات، يعني يا بدك تحركوا داون، يا بدك تعملي اب، يا بدك تروحوا يمين، يا بدك تروحوا شمال، يعني بس هيك، صح ولا لا؟ هاي هي الحركات، فعشان هيك حاط لك هون 4. اوكي، هاي هي ببساطه. طيب هلا ليش حاط لك 9 مضروب؟ يعني انه في عندك، لو احنا قلنا مجموعه الطرق، طبعا كل طالب راح تحلها بطريقه مختلفه، بس انتم زي ما انتم شايفين في عندكم 9 مربعات، لو اجينا احصائيا حسبناها في عندي 9 مضروب من الحلول. فتخيلوا قديش 9 مضروب، انتم عارفين قديش، ترى العدد راح يطلع كثير كبير، عدد الحلول الممكنة، يعني ممكن واحدة تيجي تحرك أول إشي الاثنين، بعدين الخمسة، بعدين في واحدة ممكن تبلش من الثلاث، وهكذا، يعني كل واحد راح يحلها بطريقة مختلفة. هاي أول مثال على search problem. المثال الثاني والمشهور كثير كثير، إنه إحنا كيف ممكن إن أنا أدور على الطريق من مدينة لمدينة. يعني أنا في عندي هاي الخريطة لمدن روما، تمام، في عنا هون مدينة اسمها أرار، وفي عندي هون بوخارست، تمام، فأنا بدي أحاول ألاقي أفضل طريق يوصلني إلها. فممكن في ناس تروح من هاي الطريق، في ناس ممكن تيجي من هاي الطريق، في ممكن هيك، فبيعتمد. فهاي كمان من أحد المشاكل السيرش بروبلم، إنهم هم بدوروا على السوليوشن الأفضل. طبعا هاي الطريق سموها هوليدي إن روما، يعني إنه بدهم يقضوا إجازة بروما، فبدوروا على الطريق عشان ينتقلوا من مدن إلى مدن. هلا شو الفكرة؟ الفكرة انه في الجول عندي انه بده يزور مدينة بوخارست. شو السيرش؟ سيرش بروبلم هو عنده مدن، مجموعة من المدن. الاكشن انه هو رح يسوق بين هاي المدن اللي هي الشوارع، يعني رح يمشي بهاي الطريق. شو البرفورمانس ميجر عندي؟ انه انا عشان احكي والله حل الزميلة هاي افضل من حل هاي الطالبة، انه هل انه انا وصلت بوقت اقل وبمسافة اقل. طبعا هون اذا بتلاحظوا هون في عندنا بيرفورمانس، بس مش واضح البيرفورمانس هون يا صبايا، طبعا هم مش كاتبين لكم يا البيرفورمانس، اني احرك اقل عدد من البيسز. اوكي، هاي هي البيرفورمانس لها. طيب الان شو بحكينا؟ الحل دائما ايش رح يكون؟ هو عندي مجموعه من السيتي، يعني اقول له والله زور اول إشي ارارد، بعدين مثلا سوبيا، يعني هون يعني مثلا احكي له كيف الحل، زور ارارد، اوكي، بعدين هاي زورها، تمام، بعدين هاي، بعدين رح تصل. يعني الحل رح اعطيه الطرق اللي رح يمشي فيها بين المدن لحتى يصل لبرخست، تمام يا صبايا، هاي هي السوليوشن. طيب يعني رح نشتغل هذا بشكل عشوائي وعلى كيفنا؟ لا، ما رح نشتغل بشكل عشوائي وعلى كيفنا، رح تكون عندنا ان شاء الله خوارزميات معينه نمشي فيها. لكن الان احنا قاعدين بنعرفكم ايش يعني سيرش بروبلم، تمام. طبعا احنا في عنا كشكل فورمالي رياضيا او بشكل معادلات، الستيت اللي هي المدن رح نرمز لهم المدن او الحالات للبازل او للمدينة للمشكلة، بكل حالة رح نرمز لها S. طبعا نقطة الانطلاق او نقطة البداية رح نسميها SI، الاكشنز رح نسميها A small، لكن اذا كانت عندي مجموعة من الاكشنز رح نسميها، رح نعطيها اسم A capital letters. فرح نحكي مثلا action S، يعني أنا عملت action على هاي الحالة، يعني مجموعة من الاكشن صارت على الستيت معينة، تمام. في عنا الترانزيشن، ايش هو الترانزيشن؟ الترانزيشن يا صبايا هو اللي بينقلني من حالة إلى حالة، يعني رح ينقلني مثلا من S لS ثانية، تمام. يعني أنا عشان أنتقل من هاي الستيت لهاي الستيت رح أمر في حالات، هذا هو اللي بسموه الترانزيشن، اللي بينقلني من حالة مثلا من S واحد لS اثنين، تمام. هاي هو الترانزيشن. طيب في عند او بسموها كمان هاي الترانزيشن اللي هي الستيت سبيس. يعني شو يعني ستيت سبيس؟ يعني الحاله او مجموعه الستيت اللي احنا مرينا فيها. فمثلا انا هون مريت على كم ستيت؟ على واحدة، ثنتين، ثلاثة، أربعة، انا مريت على 4 ستيت، عرفتوا كيف؟ هاي هي الفكره. طيب
شو كمان في عنا؟ رح نرمز، رح في عنا مصطلح باث كوست، التكلفة من البداية للنهاية. ممكن تعتمد اني احكي لكم التكلفة هي عبارة عن مجموعة الديستنس، المسافات او عدد الحركات اللي تم تنفيذها. فمثلا هون باللي هاي المشكلة بيهمني المسافات، فاحنا عشان احكي لكم كم كانت الطريق مكلفة، رح تجمعوا 140 مع 99 مع 210 وتحكوا لي كم كلفت. مثلا هون ايش راح يكون الباث كوست عندي، كم عدد الحركات للمربعات. مثلا في طالبه حلتها ب50 حركه، في طالبه حلتها مثلا ب12 حركه، وهكذا. هذا هو راح يكون عندي الباث كوست. بالنسبه للجول تيست، انه انا وصلت للفاينل ستيت، يعني الحاله النهائيه او للجول المطلوب. تمام، هي هي ببساطة. فعشان هيك في بحكينا انه بس نوصل للجول رح نشيك اذا احنا وصلنا للجول، معناته ترو، معناته احنا لقينا السوليوشن، الحل. طبعا كمان من احد المشاكل الكثير مهمة بالبروبلم سيرتش، يعني وبدرسوها بعلم الذكاء الاصطناعي، اللي هي الفاكوم وورد، اللي هو عالم او بيئة المكنسة الكهرباء او المكنسة الايجنت هاي. طبعا هو بالنسبة له شو الستيت رح تكون؟ الستيت راح تكون عبارة عن السيلز، يعني المربعات اللي بنضيفها بالغرفة. تمام، نفترض انه هو عنده بس مربعين، يعني جزئين، تو سيلز، خليتين او مربعين بده ينظفهم. فبهاي الحاية الايجنت عنده حركتين، يا بده يروح يمين يا بده يروح يسار، صح؟ هذا الاكشن اللي راح يكون عنده. اوكي، طيب، وكمان نفس الاشي الحالات اللي راح تكون عنده، يا راح يكون في عندي ديرتي يا بده يكون عندي كلين، يعني يا انه ديرت المكان ديرت يا انه نوت ديرت يعني كلين. تمام، هلا كل ايجنت حكينا سيل تو سيل تو بوزيشن فور ايجنت، يعني انا لما بحكي تو سيلز معناته في عندي تو بوزيشن، في عندي 8 حالات. يعني كيف هاي حسبوها يا صبايا؟ انه هنا في عندي تو سيلز، كل سيلز راح تكون مضروبه باثنين بوزيشن ايجنت، باثنين بوزيشن. يعني حكوا انا في عندي خليتين باحتمالات رياضيه ضرب، هلا ممكن هدول التنتين يكونوا ايش، الخليتين ممكن يكونوا نظيفه ووسخه، يعني في عندي احتمالين ضرب، ممكن يكون هذا على الرايت ممكن يكون على الليفت، 2 في 2 في 2 في 2 في 8. فشوفوا هلا، يعني ممكن يكونوا التنتين ديرتي وهذا موجود على المربع اليسار، ممكن ديرتي بس على اليمين، ممكن بهاي الحاله بس هاي نظيفه مثلا زي هاي الحاله، وهكذا. فانتوا كيف ما بتفكروا هاي كل الاحتمالات اللي ممكن تكون عندي بالانفايرمنت. تمام، وعشان انه يطبقوها اكثر، ممكن في عندي قانون بيحكي 2 ضرب 2 قوه ان، يعني الان اللي هي عدد السيلز، يعني هي 2. تمام، عدد السيلز في 2 قوه 2، فهي عباره عن ايش يا صبايا؟ هي عباره عن 2 ضرب 4 وهي راح تساوي لي 8. يعني هاي كل الحالات اللي ممكن يمر فيها الايجنت. تمام، طيب تيتشر شو يعني هذا الكلام، او كيف احنا ممكن انه نرسم السيرتش بروبلم لها؟ شوفوا كيف يا صبايا بدنا نرسم السيرتش. هلا ممكن انا هون احكي انه هذا ممكن انه اذا بضل يعمل ليفت معناته رح يضل بنفس المكان، فعشان هيك حطينا هذا الاشاره. اذا راح على الرايت رح يصير هيك الحاله، اذا رجع ليفت معناته رجعت هاي الحاله. هلا شو يعني اس؟ اس يعني صك، يعني انه نظف، يعني 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 هي معناتها باللغه العربيه، ترى هو الفعل اللي بعرفش ايش رح تنحكى باللغه العربيه، الفصحى، اللي هو زي شفط الهواء، يعني اوكي اخذ الهواء، يعني طلع الهواء عشان ياخذ هذا القمامه الموجوده على الارض. اوكي، فاذا عمل صك لهذا المكان رح يصير كلين. اوكي، وهنا نفس الاشي، اذا راح على اليمين رح تكون هاي الحاله، اذا عمل صك هكذا. فش بتلاحظوا احنا رسمنا كل الاحتمالات النكست ستيب. فهاي بسموها السيرش سبيس او الفضاء تاعه او كل الحالات. تمام، فشوفوا هنا الاكشن، هو ممكن يعمل ساك يعني نظف، ممكن يروح على الليفت، ممكن يروح على الرايت. تمام، هاي هي الفكره. احنا فعليا انا عندي بس 3 حالات ممكن انه يتعامل معها. هلا شو بده يعمل هو؟ لكل اكشن بدنا نعطيه حركه واحده، بدنا نشوف كيف ممكن هذا الايجنت يمشي بحيث يعطيني اقل تكلفه. اوكي، اذا شو يعني ساك؟ يعني ريموف ديرتي، يعني بشيل بنظف المكان. الموفز الحركات بتعتمد على الايجنت نفسه. اوكي، زي ما حكينا ممكن يروح ليفت وممكن يروح رايت. موف اب موف داون، ايش هاي الموف اب موف داون؟ يعني يتحرك للاعلى وللاسفل، مش للاعلى والاسفل، يعني لا للاعلى والاسفل، ونقصده انه هو راح يروح على ستيت جديده، بس انه فعليا هذول التو ما راح يهمونا.
هدول ما رح يهمونا، انا بهمني بس هدول الثلاثه. واذا بتلاحظوا هي هن موجودات هون، هي رمزنا لها بالاس، هي رمزنا لها بالال، هي رمزنا لها بالار. اوكي، انا بهمني الجول. وين الجول؟ هذا الجول انه يكون هو نظيف، انه ينظف السيل، او ممكن اني اصل للجول. فعندي جهتين جول، ممكن يكون اهم شيء يكون نظاف، بس ما بهمني، ممكن هذا يكون على الليفت وممكن هذا يكون على الرايت. معناته انا ممكن يكون في عندي اكثر من حل، لكن صح ممكن اكثر من حل، بس الذكاء الاصطناعي الاي اي دائما بيحاول يلاقي الاوبتيمال سوليوشن. شو يعني اوبتيمال سوليوشن؟ افضل الحلول. هلا السوليوشن الحل هو عباره عن مجموعه من الاكشنز بروح فيه من الانيشال ستيت للجول ستيت. يعني الحل هو عباره عن مجموعه من الخطوات اللي بمشي فيها من البدايه الى النهايه لحتى اصل للهدف. لكن الاوبتيمال سوليوشن انا بوجد الحل بطريقه ايش؟ اوبتيمال. ما في حل ثاني بيكون اقل من التكلفه اللي اعطيتك اياها. يعني انا اوكي قدمت لك حل، لكن بتحداك انك تلاقي حل ثاني افضل من الحل اللي قدمت لك اياه. وكيف رح نعتمد انه هذا الحل منيح ولا لا؟ اعتمادا على الباث كوست، يعني على التكلفه. اوكي، فعشان هيك رح نبلش باول جزئيه اللي هي الفورميليتنج سيرش بروبلم. شو هي فكرتها؟ فكرتها هاي الفورميليتنج انه انا في عندي انيشال ستيت بدايه، وفي عندي الجول ستيت النهايه، وفي بين الانيشال والستيت رح يكون انترميديا ستيت، يعني بالوسط. يعني انا هون رح ابلش بالبدايه وهون رح اصل لايش؟ للجول. يعني هاي الانيشال، هاي البدايه وهاي الجول. طبعا انا عشان اصل للجول ممكن يكون في عندي ايش؟ يعني رح يكون بيناتهم ايش؟ رح يكون في بيناتهم اكثر من نود. اوكي، يعني في اكثر من طريق او اكثر من نود. هدول شو بسموهم؟ هدول اللي بالنص رح يسميهم ايش؟ انترميديا ستيت. تمام. النقطه الثانيه بحكينا لازم انه احنا بكل مشكله نعرف الاكشن والترانزيشن موديل. ايش الاكشن؟ اللي هي الحركه، ممكن اروح ليفت او داون او اب. لكن الترانزيشن موديل اللي هي ايش؟ اللي هي مجموعه من الحركات اللي راح تنقلني من ستيت لستيت اخرى، رح نحكي عنها بمثال ان شاء الله. طبعا الباث كوست رح يكون في تكلفه ما بين تنقلي من ستيت لستيت. ممكن احكي لكم هاي الستيت الحركه فيها 5 مثلا، هاي 3، هاي 2، هاي 1، هاي 0، وهكذا. فايش يعني فكره فورميليشن؟ فورميليشن great effect combination of search space and therefore speed of search. طبعا هي صبايا الفورميليتنج، خليني احكي لكم اياها ببساطه، انه بيكون الايجنت عارف كل شيء، عارف عدد الخطوات، عارف البيئه كامله، كل شيء واضح. فبالحلقه الاخيره عمليه وجود الحل راح تكون جدا سريعه في السيرش. لكن عكسها اللي راح نحكي عنها ان شاء الله اللي هي الانفورميليتنج، هو بيكون زي شخص اعمى بيمشي بدور بطريق ما بيعرف كيف راح يصل للجول. لكن الفورميليتنج الايجنت هو عارف كيف يوصل للجول. تمام. طيب من احد تطبيقات الفورميليتنج اللي هي الايت بازل، يعني هيها قدامنا ما فيش، بسيطه جدا. اوكي، انا في عندي انيشال ستيت، هاي الستيت البدائيه، هاي الانيشال ستيت. تمام. طبعا الجول هذا الجول. اوكي، الاكشن اللي حكينا، الاكشن اللي احنا ممكن نستخدم مثلا ممكن داون اب ليفت رايت، هاي 4 اكشنز. والكوز طبعا حسب السؤال هو حكينا انه كل حركه راح نضيف واحد على التكلفه. تمام، هاي هي ببساطه. طبعا هاي هي الاشياء اللي حكينا عنها، الستيت انه انا عندي 9، هيدا نفس الكلام اللي احنا حكينا. هلا في عنا بحكينا في سب تاسك، عندنا جزء تاسك كتير صعبه، خلينا نشوفها شو هي. سيلكتنج ستيت سبيس، انه انا كيف بدي اختار السبيس المناسبه. يعني بحكينا العالم الحقيقي، العالم الحقيقي يا صبايا جدا معقد، لا تفكروا سهل. فالستيت سبيس must be abstract for problem solving. يعني انا عشان اختار سبيس معينه، شو يعني ستيت سبيس؟ الحالات او طرق الحل لازم تكون جدا بسيطة عشان أحل فيها المشكلة. لما بحكي أبستراكت يعني إشي بسيط، إشي واضح، ما فيه أي تفاصيل. يعني أنا إيش يعني لما أحكي ستيت سبيس؟ يعني أنا في عندي ستيت وفي أكشن، لازم إني أكون عارفهم بالضبط. فمثلا الستيت اللي هي مجموعة من real world states أو ما يسموه بالكلاس، يعني معنى آخر اللي هي مثلا خلينا لو حكينا عن المدن، أسماء المدن. تمام،
هلا الاكشن اللي هو عباره عن الطريق اللي راح تنقلني من مدينه لمدينه، يعني مثلا ارض عباره عن ستيت وزيريديان ستيت، لكن الاكشن اللي هي الطريق اللي بينهم، اوكي، اللي هي درايفر، اللي هي الراوترز اللي هي التوجه تاعها، او مثلا نقطه التوقف، او راح يكون في عندي إشي بخص انه كيف انتقل من ستيت لستيت. هلا الابستراكشن تاعتها از فاليد اف ذا باث بتوين ستيت از ريفلكت ان ريال وورلد، يعني ممكن اني احكي انه هاي والله ابستراكشن اذا انا اعطيت قيمه الطريق الباث الحقيقيه الموجوده عندي بالعالم الحقيقي، يعني ربطت قيمه الاكشن بالعالم الحقيقي. اوكي، هلا بحكي لنا كل ابستراكت اكشن شود بي ايزير ذان ريال بروبلم، يعني احنا عشان نتعامل مع المشاكل الموجوده عندنا بالكمبيوتر ساينس بحكينا انه انا لازم اعطيها او ابثلها بشكل بسيط يكون ابسط من العالم الحقيقي. اوكي، طيب في عندنا بعض المصطلحات يا صبايا لازم تركزوا عليها عشان نقدر نكمل المقرر. اول اشي شو يعني state space؟ هي عبارة عن كل الستيت اللي ممكن توصلني من الانيشال للجول. اوكي، طبعا هي بتكون sequence. When service operator can apply for each state, this get large very quickly. يعني إنه لما بحكي الstate space معنى آخر هي كل الحالات الموجودة عندي في المشكلة. يعني أنا مثلا لو رجعت لكم على هاي الرسمة تاعت المدينة، أوكي، هاي الstate space، شايفين كل هاي المدن الموجودة هون، هاي كل هاي المدن عبارة عن الstate space الموجودة عندي، المجال اللي أنا بقدر أتنقل فيه. أوكي، طيب بحكينا هون ممكن انا هاي الستيت يصير عليها اكثر من عملية، اوكي، مثلا يمين يسار شمال فوق تحت، بس عشان اني احاول اني اقدر اصل للحل باسرع طريقة ممكنة. طيب ممكن اني انا اخذ جزء من هاي الستيت وهي اللي ادخلها على الاعدادات، يعني مش شرط انه احنا ناخذ كل هاي الستيت، ممكن انه جزء من هاي الستيت تكفيني. الباث لما بحكي باث يعني هي عبارة عن مجموعة من الاكشن تنقلني من ون ستيت لستيت اخرى. اوكي، يعني انا عشان انتقل مثلا من مدينة لمدينة، عشان انتقل من هاي المدينة لهاي المدينة في اكشن، فايش يعني الاكشن؟ اللي هو رح ينقلني من ستيت لستيت اخرى، تمام؟ هذا الاكشن او الباث، يعني انا بستخدم الاكشن عشان ينقلني من ستيت لستيت ثانية. هاي تعريفات جدا مهمة. طيب في عنا مصطلح الفرونتير اللي هو عبارة عن إيش؟ state that available to expanding، يعني state بتعطيني state ثانية، والsolution طبعا الحل إنه أنا مشيت من نقطة البداية لنقطة النهاية اللي هي الجول. بس أوضح لكم فكرة الexpanding، يعني خلينا نرجع لهون الرسمة هي جدا مهمة. مثلا هاي ارض، انا لما بحكي ارض معناته هاي شو الاكسباند، تتوسع، ممكن اروح بهذا الطريق، ممكن اروح بهذا الطريق، وممكن هاي الستيت تعمل لي تروح بهذا الطريق، هذا الاكسباند. يعني بعد ما اصل لهاي النقطه بروح في عندي ثلاث طرق، فهذا هو الاكسباند. اوكي، هذا هو التوسع. ان شاء الله رح نحكي بالتفاصيل لما نبلش نحكي عن خوارزميات الديبث والبريث وكل هاي بالتفاصيل ان شاء الله. اوكي يا صبايا، فعنا البيسك الجوريثم سيرش، انه ابسط عمليات السيرش عنا مين هي؟ انه تكون عندي داتا ستراكشر على شكل تري. لما بتكون عندك الستيت مثلتيه على شكل تري راح تكون عمليه البحث جدا سهله فيها. طيب انتوا عارفين اكيد ماخذين ماده الداتا ستراكشر، بس راح نعيد بعض المصطلحات. بالتري انا راح يكون في عندي الباث كلياتها ممكنه، اي شيء من الانيشال بقدر اني امسكه وامشي بالباث. فانا اذا كانت المشكله ممثله على شكل تري فمعناته انا بعتبر الروت هو الانيشال ستيت. ايش الروت؟ انتوا عارفين الشجره بتكون مثلا بهاي الاليه، نفترض انه هيك، تمام، نفترض هيك الروت هذا هو عباره عن مين؟ عن الانيشال. اوكي، هلا النوت اللي راح تكون بالنص هي عباره عن الترانزيشن موديل. اوكي، والليف والتري سيرش تري ديفرنت باث، ممكن يكون في عندك اكثر من طريق عشان تصلي للنود. شو هي الترانزيشن موديل يا صبايا؟ اللي هي مثلا اللي هي راح تكون هون بين الانيشال وبين الجول، نفترض انه هذا الجول. اوكي، وطبعا زي اي مشكله ممكن يكون عندك اكثر من طريق لحتى نصل للحل. شوفوا مثلا، شفتوا الرسمه اللي حكينا فيها عن المدن؟
حولوها على شكل تري، انه مثلا ارس بتوصلني لثلاث مدن، شايفين؟ وهاي بتوصلني لثلاث مدن وهاي كذا، تمام؟ فاحد الحلول حكوا عشان نحل هاي المشكله انه نقدر نلاقي الطريق بين مدينه واي مدينه، انه نعمل ايش؟ تري سيرش، نعطيه البروبلم، نعطيه الاستراتيجي، وهو يرجع لنا الحل. اوكي، فكل مره شو بدي يعمل؟ شوفوا هون فورنتير، يعني بيعمل اكسباند، يعني اخذ ارارد وعمل لها اكسباند انه في عندي ثلاث مدن ممكن بعديها ازورها. بحكيني اف ذا فورنتير از، هي السلايدات فوق بعضها، از امتي اوكي اند ريموف ذا فروم فورنتير. يعني هون شو كل الفكره يا صبايا؟ انه احيانا ممكن انه انا هون لو اجيت بدي اعمل لهي اكسباند، شوفوا رح يصير في عندي تكرار ارارد، بس ارارد اصلا انا زرتها، فبقدر ممكن اني احذفها اوكي عشان ما يصير في عندي تكرار. اوكي طيب، هاي هي بالضبط. ففي عندي هون مجموعه من الاستراتيجي. ايش يعني الاستراتيجي؟ اللي هي الخوارزميات او الطرق، هل راح اشتغل طريقه الدبث ولا البريث طبعا، او اي ستار طبعا. راح تحكوا لي ايش هاي المصطلحات كلها، هاي الاستراتيجي راح ندرسها في هذا المقرر. طيب خلينا نشوف على مستوى البازل. البازل راح نعتبر انه في عندي ستيت ونودز. الستيت طبعا قريب لمفهوم النود، لكن شو الفرق بيناتهم؟ الستيت هي اشي فيزيكال كونفيجريشن، يعني اشي ملموس، لكن النود هي جزء من الشجره، يعني وكانه هلا هاي شايفين هاي البازل، هاي البازل اسمها ايش؟ هاي البازل اسمها ستيت، لكن انا ممكن اني احولها عشان اني امثلها بشكل تري، ارسمها بدائره واحكي انه الدائره هاي ترمز لهاي الستيت، تمام؟ فهاي صار اسمها النود، تمام؟ طيب هلا احنا بالشجره زي ما انتم بتعرفوا بالداتا ستراكشر للتري لازم يكون في عندها بيرنت، بيرنت اللي هو اللي قبلها الاب، لازم يكون في عندها تشايلد تشيلدرن اللي هم اللي بيجوا بعد هاي النود. يعني انا مثلا في عندي هون نود، تمام؟ اصلا هي جاي من بيرنت، تمام؟ وبدي يكون في عندها ايش؟ تشايلد. نفترض انه انا عندي هاي النود، تمام؟ هذا راح يكون البيرنت، هذول راح يكونوا تشايلد، صح ولا لا؟ طيب في عندنا شيء ما يسمى بالدبث. ايش هو الدبث؟ اللي هي من النود هاي، يعني نفترض انا كمان في عندي نود، من النود هاي لحتى اصل للليف، هذا الدبث تاعها 1 2، الدبث تاعها 2. في عندي كمان الباث كوست. ايش الباث كوست؟ التكلفه، يعني على هذا الخط مثلا حكيت تكلفته 1، هذا الطريق 2، فبصير التكلفه من هون لهون عباره عن 3، تمام؟ طيب هلا بالنسبه للنود يا صبايا، النود معناته ممكن تكون ستيت، ممكن تكون بيرنت، تشيلدرن، اكشن، باث كوست، وغيره وغيراته. طبعا كلياته هذا رح نحكي ان شاء الله بالتفاصيل. هلا بحكي لنا الستيت دونت هاف بيرنتس، يعني هو بيعتبروا انه الستيت الحالي هاي ما بيكون في لها بيرنت، اللي هي البدائيه، او انه هي مش جزء من الشجره، تمام؟ هاي هي، وما بيكون لها تشيلدرن ولا دبث ولا باث. يعني بمعنى اخر البيرنت والتشيلدرن والدبث والباث كوست هاي بتنطبق على مين؟ على التري، على التري لما انا امثل الايت بازل على شكل التري. طبعا انا لما بدي اجي اعمل اكسباند فانكشن لهي الستيت، تمام؟ شو بعمل يا صبايا؟ رح استخدم الترانزيشن موديل. شو يعني ترانزيشن موديل؟ يعني مثلا انا عندي، خليني اشوف اذا في بالسلايد القادم بالضبط. طيب احنا الان بدنا نعمل اكسباند، بدي اعمل اكسباند لستيت معين. يعني عشان نعرف شو يعني اكسباند، شوفوا معي بالسلايد التالي. شوفوا الان هاي حكيت انه هاي نودز، هاي عباره نودز، ولكن كل نود تمثل ايش؟ استيت، لكن هي فعليا نود. لاحظوا الان انا في عندي كم احتمال؟ عندي 4 احتمالات. هلا ممكن انا احرك الخمسه هيك، اذا حركت الخمسه معناته انا اجيت لهي الطريق. الان في عندي كمان 3 حلول. هلا ممكن انه 7 و8، ممكن 7 تنزل وممكن 8 تطلع. اذا نزلت 7 هون وهي 8، رح تقولي لي تيتشر ليش ما حطيتي الخمسه هون؟ ما انا بدي ارجعها 5، انا رجعت للحاله الاولى، عملت سايكل، فعشان هيك بتجاهلوها. اوكي طيب الحاله الثانيه ممكن انزل 2، شوفي هاي هي، والاثنين في بيصير لا بحرك 7 يا بحرك 4، رجعت رسمتها من جديد. الان ممكن احرك 6، صح ولا لا؟ هاي 6 هون. طيب وكمان هون بتقدروا تكملوها ترسموها، ليش؟ ممكن انه انتوا تحركوا 3، صح ولا لا؟ يعني انتوا ممكن ترسمي هون بطريقه معينه، انه هون تحطي 7 وتحطي 2 وتحطوا 4 وتحكوا انا بدي احرك 3 هون. يعني انتوا بتقدروا تكملوا، هذا بسموه الاكسباند. هاي 8 هاي 1،
تقدر تكمله هون انه هاي ممكن تحركوا الثمانية ممكن تحركوا الاثنين، لانه في بعض الاسئلة اللي كانت تيجي للصبايا انه التيتشر او الدكتور يجيب لهم هاي الستات ويحكي لهم اعملوا لها اكسباند. طبعا شايفين بحكي لنا انه هون ان ليس الباك ووردز، زي هون شو يعني هاي الجملة، هاي الجملة زي ما صار معنا هون. اوكي اذا انت بدك تحركي الخمسة ترجعيها لهون تمام، معناته انت رجعتي لهاي الحالة، فبحكي لنا تجاهلي هذا الوضع. اذا انا بدي ارجع لاي حالة مكررة عندي بسيرج اتري، فاشوفوا كيف حولنا البازل لسيرج اتري. طيب في عندي بعض البروبلم بسموها ريبيتد ستيت. شو يعني ريبيتد ستيت؟ انه في اشي مكرر وفيلر تو ديتكتد، يعني بتفشل احيانا انه احنا نكتشف هاي الستيت المكررة. كانتر لينير بروبلم ان تو اكسبوننشال 1، يعني بحكي لنا انت امشي بخط مستقيم، امسك وحده وحده عشان تعرف المشكله. فعلى سبيل المثال انا عندي الاي مرتبطه شوفوا بي اكثر من مره، فممكن انا الاي افصلها مرتين بي بي بخط لينير، طب البي مرتبطه مرتين بسي فشوفوا سي سي، وهون كمان حطيت سي سي. الان الدي اكيد هون رح تحطوا دي دي وهكذا، فهاي ريبيتد بروبلم. لكن لما اجوا حولوها لتري حسفوا في تكرار، يعني هاي بتكرر هاي، فالموضوع ايش يعني حكوا مش ضابط معنا. يعني اذا كانت المشكله عندي ريبيتد ستيت فيها تكرار كثير لهاي الستيت، التري ممكن ما تعمل لي حل لهاي المشكله. فحكوا شو اوكي اذا انتم ما بدكم ترسموا التري، طيب شو رايكم تستخدموا الجراف سيرج، انه نحولها احنا لجراف. اوكي يعني شوفوا هنا عندي اس وهنا سي وبي واس مكرره كثير صح، فهاي ايش حكوا انه احنا بنعتمد الجراف علشان تكون الموضوع اسهل ونحل مشكلة الريبيتد سيرج. طبعا الجراف هي نفس التري، بس عشان اعطيكم شغلة، الجراف نفس التري يا صبايا، لكن شو الفرق بين التري والسيرج؟ الجراف فيها السايكل، يعني الدوران مسموح انك ترجعي لحالة معينة، لكن التري لا مش مسموح. اوكي هاي هي ببساطة، فسمبل بود فروم تري سيرج check to see if the node have visited before added to search queue. يعني بحكي لنا لما نحولها لجراف وبعدين من جراف بنقدر نحولها لتري بسهوله، بنقدر نشيك على النود اذا احنا زرناها او ما زرناها، فبالتالي احنا بنقدر نحتفظ بكل الاحتمالات. طبعا بالنسبه للايت بازل بروبلم صعب انه احنا نرسمها، يعني بحكي لنا تقريبا بدنا 182 الف ستيت عشان نرسم السيرش كامل للايت بازل. طبعا بالسلايد الاخير لهذا اليوم او لهذه المحاضره بيوضح لنا الفرق ما بين الجراف ما بين التري. اوكي طبعا زي ما حكيت لكم الفرق جدا بسيط، انه بين التري والجراف السايكل. اوكي خلينا نقرا ايش المكتوب بس عشان انه نكون ان شاء الله غطينا الماده كامله. بالنسبه للتري اي ثينك انه يس، بالنسبة للتري يا صبايا اوكي ايش حتسويه؟ رح تحاول تعمل فور تير. ايش فور تير؟ فور تير يعني اكسباند للستيت. اذا نجحت تمام، اذا فشلت معناته ما بتزبط معنا التري. ممكن النود تحتوي على الجول ستيت، اذا وصلنا للجول ستيت معناته احنا وصلنا للحل تمام. بالنسبة للجراف، الجراف ممكن ترجع لك انه هي لقت الحل او فشلت، يعني زي التري يا بترجع لك الحل يا بتحكي لك انه فشلت. شو بتعمل؟ اول اشي بتعطي كل اشي امتي وبتدخل بدورانات، وكل مرة بتعمل اكسباند او ما تعرف بالفورنتير اوكي بتضلها تمشي لحتى انه تفشل. اوكي وبعدين ايش رح تعمل هون؟ رح تحاول انها تلاقي الجول ستيت، اذا لقتها خلص حترجعها. شو الاشي اللي بيفرق بيناتهم؟ بيفرق هاي الخطوة، هاي الخطوات اللي بتفرق بين التري والجراف. هون add the node to explode set. اوكي يعني النود بضلها موجودة اوكي عشان ياخذوا الاحتمالات اللي بعدها. اوكي وبعدين بيرجعوا مرة ثانية انه يعملوا لها expand. بشكل يعني بسيط انه عشان اوضحت زي ما حكيت لكم، الفرق الوحيد بيناتها ان التري ما بتسمح بالسايكل بالدائرة، اما الجراف بتسمح. اوكي هاي هي ببساطة. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار ابعتولي. Good luck.